مال التستنج؟ قال لك بص يا سيدي، انا التستنج عندي هقسمه نوعين، حاجه هسميها الوايت بوكس تيستينج، والتانية هي البلاك بوكس تيستينج. ايه الفرق ما بين الاتنين؟ قال لي والله الوايت بوكس تيستينج انا اقدر اقول لك ان هو بيتست الكود، طب البلاك بوكس، قال لي البلاك بوكس اقدر اقول لك ان هو بيتست السيستم. بيبص للسيستم ايه از هول، على بعضه السيستم، على بعضه الحاجه على بعضها، من غير ما يهمني الحاجه دي. المهم ان الفانكشن دي شغاله، مش مهم مكتوبه ازاي، مش مهم الكود بتاعها بيأدي ازاي، انا بتشيك على السيستم على بعضه. طيب لو انا عايز اتشيك دلوقتي على الوايت بوكس تيستنج، ايه الحاجات اللي انا ممكن اتشيك عليها؟ قال لي والله عادة بص، احنا اول حاجة بنبص لها حاجة بنسميها الستيتمنت كافريج. ايه موضوع الستيتمنت كافريج ده؟ قالوا والله الـ statement coverage بيقولك لو أنا عندي function فأنا عايز أتأكد إن أنا عديت على كل line في الـ function دي، كل line مسبتش ولا line. طيب أشوف بقى أنا محتاج أعمل كام test cases او كام تيست كيس يعني عشان اعدي على كل اللاينز اللي موجوده في الفانكشن. طب الستيتمنت كفرج دي انا بوصل منها لايه؟ بوصل منها لحاجه اسمها الان ريتشابل كود. بس هنا حاجه كمان بنفس اللون، بوصل منها لحاجة اسمها ايه؟ الـ unreachable code. ايه الـ unreachable code ده؟ قال لي ده الكود اللي انت عمرك ما هتوصل له، مهما عملت من تيست كيسز ومهما حصلت حاجات عمرك ما هتوصل فين؟ عند اللاين ده في الكود. زي ايه؟ قال لي والله لازم يبقى عندي فانكشن فيها اتنين ريتيرن، الفانكشن هتيجي عند الريتيرن الاولى والريتيرن، لكن الريتيرن الثانية ده انا عمري ما هوصل لها، الفانكشن بتريتيرن حاجه واحده، فانا مهما اشتغلت عمري ما هوصل للريتيرن الثانيه دي، مهما عملت سيتويشنز او كيس او غيرها عمري ما ايه ما هوصل لها. طب الديسيجن كفرج، قال الديسيجن كفرج هو ان انا بعدي على كل الديسيجنز الممكنه في الكود بتاعتي، يعني لو عندي يس ونو او سؤال فيه يس ونو او ترو او فولز لازم اعدي على ترو واعدي على الفولز، ده اسمه الايه؟ الديسيجن كفرج. طيب تعالوا نعمل سيف كده. ونشوف الكلام ده. طيب لو انا عايز احقق، طبعا انا الهدف من التستنج بتاعي ان انا احقق 100% statement coverage و100% decision ايه؟ coverage. طيب تعالوا كده اديكم اكزامبل صغير.
طيب لو انا عايز اعمل يا شباب 100% decision coverage و100% statement coverage، محتاج كام تيست كيس؟ طب خلينا نتكلم كده على ايه، على statement coverage الاول. انا محتاج يا شباب كام تيست كيس عشان اعمل statement coverage للحاجة اللي قدامي دي؟ إذا فهمتها مظبوط، الستمنت كفرج بتعمل تيست على كل سطر وكل حاجة بتحصل، بيحصل لها اكسكيوت، فاللي هو واحدة للريد A واحدة للريد B واحدة للديسيشن اللي بيحصل إذا A أكبر من B والبريندنج بتاعه أوكي. أربعة، مش متأكد طيب من الإندنج ده. انا هحول ده سودو كود، كسودو كود جميل، انا هعمل ريد ايه، هسكان ايه يعني، وهسكان بي اللي هي الفاليوز دي هقراها، وبعد كده بسأل نفسي والله اف ان الاي اكبر من البي برنت اوكي. تمام كده، ده كده ايه الكود بتاعي. جميل. طيب انا دلوقتي محتاج كام تيست كيس عشان ايه احقق الكود ده كله؟ قال لي والله عشان تحقق ستيتمنت كفرج 100% انت محتاج واحد تيست كيس بس. طب ايه التيست كيس اللي انا محتاجه؟ قال لي عشان تعدي على كل لاينز في الكود انت محتاج واحد تيست كيس يبقى فيها الاي اكبر من البي، مثلا الاي ب 20 والبي ب 10، ساعتها انت هتعدي على كل لاين في الكود. ده كده اسمه الستيتمنت ايه؟ كفرج. طب لو انا عايز اعمل بقى decision coverage محتاج كام تيست كيسز؟ اتنين. اتنين. محتاج اتنين، فعلا محتاج اتنين تيست كيسز. ليه اتنين تيست كيسز؟ قال لي والله محتاج واحدة ال A فيها أكبر من ال B، والتانية ال A فيها أصغر من مين؟ من ال B. طيب جميل جدا. طب لو أنا جيت قلت لك هنا read A read B طيب خدوا دقيقتين فكروا في ديت. هي في الـ statement coverage أتوقع هتحتاج 2 test cases. يعني خدوا دقيقتين بس فكروا فيها كلكم الأول وبعد كده نقولها.
طيب تعالوا كده نشوف، تعالوا كده نعمل اكزامبل صغير نحول ده لسودو كود. كسودو كود انا هريد A ثم هريد B، وبعد كده حاجة اسألك هقول لك والله لو ال A اكبر من ال B print okay else print not okay، وبيخلص ايه الكود على كده. طيب عشان ان انا اعمل statement coverage محتاج قد ايه، وعشان اعمل decision coverage محتاج قد ايه؟ كام هنا تيست كيس وهنا كام تيست كيس؟ مش المفروض اتنين في الستيتمنت والاتنين في في الديسيجن؟ صح، محتاج اتنين تيست كيسز هنا، two cases، وهنا برضو محتاج two cases، نفس ال two cases اصلا اللي هما ايه؟ قال لي والله مثلا انا هاجي اقول لك case one ال A ب 10 وال B ب 5، بالتالي ال A اكبر من ال B true، اوكي تمام الدنيا جميلة لحد النهاية. طب case اتنين ال A ب 10 ال B ب 15، هيدخل في الاتجاه ده تمام، وهيطبع نوت اوكي، وهيجي اند برضه في الاخر. تمام كده يا شباب؟ طيب خلينا نشوف اللي بعدها. طيب يلا بقى، عايزين نعمل هنحل كده شوية لعبات مع بعض، تعالوا كده نحلهم بسرعة. أريد الـ A لو الـ A أكبر من الـ B لو الـ A أكبر من الـ 21 ماشي. خليني انا هاجي هنا هبرنت اوكي، طيب عايز اعمل statement coverage معلش، هو البي متعرفه فين؟ مش شرط متعرفه بحاجه ثابته عادي. session coverage يلا فكروا فيها. طيب انا دقيقة واحدة ارجع لكم يا شباب.
معلش يا مكالمة شغل ناسب جدا. ها وصلنا لإيه؟ الستيتمنت كفرج بواحد والديسيجن هتبقى ثلاثة. الستيتمنت واحد والديسيجن ثلاثة، ماشي. مين تاني؟ هو أنا شايفة الستيتمنت واحد والديسيجن أربعة. والديسيجن أربعة، مين تاني؟ كملوا كملوا، انا بس بعدل شكلها عشان شكلها مضايقني. ها هو ميال الصراحة الواحد وثلاثة فعلا. واحد وثلاثة، اوكي. خلينا نقول ان واحد وثلاثة صح، تمام. انا عندي one statement cover، واحد هيغطي لي الستيتمنت كفر كله، اللي هو ايه؟ ان انا ادخل ال A اكبر من ال B وكمان اكبر من 21. نفترض ان ال B 5 ب 10 باي رقم، هدخل ال A اكبر من ال B وكمان ال A اكبر من ايه؟ من ال 21. كده هعدي فعلا على كل الستيتمنتس اللي عندي، لان انا عندي هنا اف ما فيهاش else، هي اف بس. طب الديسيجن، لا الديسيجن لازم اعدي في الاتجاه ده في البرانش ده واعدي في البرانش ده، لازم اعدي على الترو واعدي على الفولز، اعدي على الترو واعدي على الفولز، وبالتالي يبقى انا عندي كام ستيتمنت، كام ديسيجن؟ عندي 3 ديسيجن. خليني كده اعملها بلون تاني. عندي 3 ديسيجن. ديسيجن رقم واحد ان ال A تبقى اصغر من ال B فهمشي في الاتجاه ده، او ان ال A تبقى اكبر من ال B بس اصغر من 21 امشي في الاتجاه ده، او ان ال A اكبر من ال B واكبر من 21 وبالتالي همشي ايه في الاتجاه ده. تمام كده يا شباب؟ جميل. طيب جميل كده، تعالوا نشوف اللي بعدها. اللي بعدها يا سيدي تقول لك read A بعدين I read B، وبعدين بيجي هنا يسألني يقول لي ال A أصغر من الزيرو، وبعدين يجي يقول لك إيه هنا هي print negative A هنا هاي برنت بوزيتيف A بعد كده بيسأل ال B أصغر من الزيرو، فاي برنت نيجاتيف B، أو فاي برنت بوزيتيف بي في النهاية. هتروح عند الاند ده كده ايه الشكل بتاعي. طب انا عايز ايه؟ عايز الستيتمنت كفرج ديسيجن كفرج. يلا فكروا فيها كده، حولوا ده الكود وفكروا فيها. انا كده 5 دقايق.
حد وصل؟ اتنين واتنين؟ تاني الـ statement coverage أربعة. اتنين واتنين، أربعة الـ statement. اتنين وأربعة. اتنين وأربعة، في حد كان بيقول أربعة وكام؟ أربعة. إيه؟ أربعة برضو، أربعتين. أربعتين؟ أربعة. مين تاني؟ طيب تعال نحولها الكود. اول حاجه احنا هنريد الاي، بعد كده محتاجين نريد البي، وكاب نسال والله لو الاي اصغر من الزيرو print negative a، else print negative b، قصدي positive a. طيب وبعد كده جيت سألت سؤال تاني، بقول لك if ان البي اصغر من الزيرو print negative b else print positive b. تمام. طيب خد بالك انا عندي هنا if else منفصل عن if else، فانا بدل ما هاخد احتمالات كتيره لا انا ممكن اخد احتمالات اعلى. الاستيتمنت انا بقول لك ان انا محتاج اتنين بس. طب ازاي اتنين؟ قال لي والله هدخل ان الاي اكبر من الصفر والبي اكبر من الصفر مره، ومره الاي اصغر من الصفر والبي اصغر من الصفر، لا دي هتاثر على دي ولا دي هتاثر على دي، الاتنين ما لهمش علاقه ببعض، الاتنين اف كونديشنز منفصلين تماما عن بعض صح. طب انا فعلا عديت على كل الايه اللاينز. طيب في الديسيجن بقى، قال لي في الديسيجن انا برضو محتاج نفس الاثنين عشان اعدي على كل البرانشز. ما هو خد بالك البرانشز اللي هنا هما اثنين بس منفصلين عن البرانشز اللي هنا، فانا عايز اتاكد في الاول وفي الاخر ان انا عديت على اربعه برانشز. انا في المره الواحده هعدي على كام برانش؟ على مرتين مظبوط؟ في المرة الواحدة هعدي على two branches، يا إما الـ A أصغر من الصفر يا إما الـ A أكبر من الصفر، أدي ده كده branch من الاثنين، وبعد كده الـ B أصغر من الصفر أو أكبر من الصفر، أدي ده الـ branch التاني. طب أنا عندي كام branch؟ أنا عندي أربع branchات، أدي واحد اتنين وأدي التالت وأدي الرابع. أنا في المرة بعدي على اتنين، يبقى أنا محتاج كام branch؟ كام test case؟ just اتنين بس. بالظبط كده. حد مش فاهم يا شباب؟ انا بتاعت الكونديشن ديت مش ملموسة معايا الصراحة. هو انا مش مفروض ان انا بعمل مثلا اشوف كام حاجة اقدر ان انا اتحرك في قلب البرانشز دي عشان اعدي على كل البرانشز اللي ممكنة في قلب الكونديشن. حلو، تعالي نفترض، بصي تعالي نفترض ان انا دخلت الـ A اكبر من الصفر والـ B اكبر من الصفر صح؟ ماشي. فانا همشي في الاتجاه ده كده، كده انا عديت على البرانش بتاع الاي اكبر من الصفر كملت، وعديت على البرانش بتاع البي اكبر من الصفر لحد ما وصلت للاند. طيب تعالى كده الاحتمال التاني ان انا ادخل ان الاي اكبر برضه من الصفر بس البي هي المختلفه. لا مش محتاج ان انا اعمل كده، انا عايز اعدي اتاكد بس ان انا عديت على كل البرانشز، ان انا مفيش برانش ملوش تيست كيس. انا دلوقتي هدخل اي اصغر من الصفر والبي كمان اصغر من الصفر، فانا همشي في الاتجاه ده، ادي البرانش ده اهو تمام، وهرجع هنا وانزل كده وامشي في البرانش ده وارجع اهو اهو. يبقى انا كده مشيت في كل البرانشز اللي عندي ولا لا؟ هل في برانش ما جنبوش خط؟ لا. بالظبط كده، انا كده حققت كل اللي انا كنت محتاجه. انا كنت عايز اعدي على كل البرانشز اللي عندي، وده فعلا اللي انا عملته.
يعني برضو زيها زي الستيتمنت بأقل كيسز أعدي على كل البرانشز، مش الكيسز الممكنة. بالظبط كده، هنعمل لها سيف تاني. هي كانت 17 دي replaces. طيب تعال نشوف اللي بعدها. اللي بعدها بيقول لك يا سيدي انا هبقى، لكن نعمل لها color تاني افضل عشان تعرفوا تشوفوا. انا هبقى ويت، وبعد كده هاجي هنا اسال نفسي سؤال، valid chord. انا بسال نفسي هل الكورد ده valid or not. يا اما بريجكت الكورد، يا اما هاجي اقول لك والله على الديسبلاي انتر بن، وبعدين اجي اسالك هل ده valid pin or not. هنا بالدسبلاي invalid pin، وهنا select transaction، وبعد كده هتروح عند ال end. يلا عايز اعمل statement coverage، وعايز اعمل decision coverage. ده بكام وده بكام؟ انا شايفه الاثنين ثلاثة. طيب شايفة الاثنين ثلاثة، الاثنين ثلاثة، الاثنين ثلاثة، ماشي. مين تاني يفكر؟ ثلاثة واثنين، ثلاثة واثنين. معلش أنا هرجع تاني فيها، اتنين وتلاتة. اتنين وتلاتة. اتنين وتلاتة. اتنين وتلاتة، تمام. أعتقد اثنين وثلاثة. اثنين وثلاثة أعتقد. طيب تعالوا نشوف كده بالظبط هنعمل statement coverage. أنا والله عشان أعمل statement coverage فأنا عايز أعدي على كل statements الممكنة.
طيب انا عندي ستيتمنت، اول ستيتمنت ان انا هيبقى ادخل كارد هيبقى invalid كارد وهي reject، ده ستيتمنت رقم واحد. هعدي هنا لحد الاند، ادي اول واحده في الستيتمنت. طيب تاني حاجه، والله انا هعدي هيبقى الفاليد كارد وهدخل البن، بس هيبقى فاليد تمام، وهعمل الترانزاكشن واوصل للاند. ادي تاني واحده ستيل ان انا في واحده هنا ما وصلت لهاش، يبقى انا محتاج بقى ان انا كمان ادخل ده تبقى فاليد كارد، بس ادخل الديسبلاي تبقى انفاليد ادخل البن سوري يبقى انفاليد بن، واوصل في الاخر فين للاند. يبقى انا كده عندي كام واحده؟ ثلاثه ستيتمنت كفرج. طب هو الثلاثه ستيتمنت كفرج اللي انا عملتهم دول عديت فيهم على كل البرانشز؟ اه بس انا في حاجه يعني مظبوطه كده معايا ككونسبت. اتفضل. دلوقتي انا ايه اللي ما يخلينيش انتر الكارد والباسورد ات ذا سيم تايم؟ يعني في الاخر انا اعتبرتها كفانكشن بتاخد الكارد والباسورد، فوالله الكارد كان فاليد خلاص خلصنا انت، بس انا كده كده معايا الباسورد، فهو يعتبر اوريدي كاني عملت ريد للكارد وريد للباسورد ات ذا سيم تايم في الاول. لو هنتكلم على ATM بجد فاللي حضرتك بتقوله ده صح، لكن انا لو هعتبرها ككود وايز وكده وانا هستلم الحاجه كفانكشن، فالفانكشن كده كده هيبقى فيها تو اتريبيوتس او تو بارامترز A و B. if ان الكارد equal valid انا هعمل تشيك جواه حلو، فاجي هنا اقول لك ايه انتر بن، واجي هنا ايه اسالك اف البن فاليد. طيب انا بقى عملتها ان انا واخد البن والكارد ات ذا سيم تايم فوق، فانا اوريدي مش هخليه انتر البن جوه الفانكشن. ماشي يعني عملت ريدنج الاثنين من الاول خالص خالص. هو ما قاليش كده. تمام انا اللي فهمت غلط. اوكي تمام اتفضل. معاك اتفضل. طيب تمام حلو، هنعمل سيف لدي. ونيجي عند اللي بعده. طيب لو قلت لك بقى ان انا عندي ترانزيشنز كده، هو اداني الشكل ده، الشكل ده كده غريب شويه، عايزكم تاخدوا وقتكم تفكروا كده في الشكل ده والشكل اللي بعد ده اخر اتنين. الشكل ده محتاج تركيز ها يا شباب. باشمهندس معلش، هو ده طبيعي ان هو يبقى مقبول ان المستطيل يطلع منه تو برانشز، ان انا اقول يا اما همشي هنا يا اما همشي هنا، ولا بمعنى ان انا مثلا اقدر ان انا امشي للاتنين دولت من خلال ده؟ اعتبريها كأنها سؤال عادي.
يعني البرانش ده معناه ان هو مثلا ان انا عشان اروح لكده لازم اقرا ايه، وعادي في نفس الوقت ان انا اكون بقرا سي واكون بقرا بي في نفس الوقت، يعني مش لازم سي يا اما بي، صح؟ هو يا سي يا اما بي، انا عندي اتجاه من الاثنين. يعني انا لو قرات سي ما ينفعش في نفس الوقت اكون بقرا بي بالظبط زيها زي الاف. بالظبط. هو فين الاند بتاع الابلكيشن؟ الجي. الجي تمام. أنا شايفة الـ statement coverage 2 والـ decision 3. الـ statement coverage 2 والـ decision 3. أوكي 2 3 2 و2 2 و2 2 و3
اتنين وتلاتة. تمام، مين تاني؟ طيب تعال نفكر فيها. انا والله لو عايز اعمل statement coverage، فايه رأيك ان انا امشي في الاتجاه اللي هو A B D G؟ ادي واحدة. طب وبعدين حد كده شاب الاول واخد باله الشكل بتاع E F G ده بيمثل لي ايه؟ cycle لوب. بالظبط، فاكيد اللوب دي ليها تيرمينيشن، مع مستحيل اللوب دي ما يبقاش ليها تيرمينيشن. فانا هاجي هنا بقى اقول لك A C D E F E، دي بقى هتقعد تتكرر لحد ما التيرمينيشن بيحصل. هروح فين؟ عند G. يبقى انا كده خدت كام واحده عشان اغطي كل الستيتمنتس؟ جميل. طب عديت على كل البرانشز؟ عديت على البي والسي، عديت على الاي وعديت على الجي، عديت هنا من الاي للجي ومن الاي للاف، وطبعا من الاف رحت للاي. انا عديت على كل الاحتمالات الممكنه عندي، فانا برضو محتاج هنا ايه؟ اتنين. تمام. مين مش فاهم يا شباب؟ طيب معلش، هو انا مش فاهم الجزء اللي هو انا رحت من دي اي وبعدين جي. تمام، مش المفترض ده فرع والفرع التاني ان انا اروح من دي لاي وبعدين اف؟ لا ثواني بس، انا رحت من دي لاي، الاي اف والاي اي راحت اف رجعت اي راح لوب وبعد كده طلعت جي، كده كده هتروح عند الجي في الاخر. تمام تمام جميل. طيب تعالوا بقى نشوف اخر واحده. هو سؤال بس. اتفضل قول. هو ليه كان مكتوب اي بي دي جي ورحناش مثلا A B D وبعد كده دخلنا السايكل؟ يعني ليه ما دخلناش السايكل بعد كده؟ عادي، انت اللي بتظبط تيست كيسز بتاعتك تمشي ازاي. تمام، يعني ده اول assumption. اهم حاجه ان انت تعديل على كل الستيتمنتس وكل البرانشز. تمام اوكي، تعالوا بقى بصوا لدي A سي. انا هديكوا في دي يعني 10 دقايق ربع ساعه تفكروا فيها كده. هي مش صعبه على فكره، هي بسيطه خالص، بس هي شكلها يخض شويه. اي بي سي
يلا نفكر فيها، معاكوا كده 10 دقايق فكروا فيها. ماشي، أنا هقفل المايك و10 دقايق بالظبط وأرجع لكم.
طب ايه، حد وصل؟ انا عارف ما عندناش العشر دقايق، بس يعني شوف كده. حد أربعة أربعة. أربعة وأربعة، حد عنده رأي تاني؟ أنا برضو مش قادرة أصغرهم أكتر من كده. أربعة أربعة. أربعة وأربعة، تمام حلو ماشي، يبقى أربعة وأربعة. طب تعالوا نعمل الأربعات دول. طيب هيبقى عندي A B D E G K M Q S، وهيبقى عندي A C D E H K N Q S. ادينا كده خلصنا من البرانش ده كله، كل ال statement وكل ال decisions. طيب هيبقى عندي A B D تاني مثلا، F I، بعد كده عندنا ال L طبعا، O R S، وبعد كده ممكن نقول A C D عشان ننوع بس يعني F، وبعد اسمه ده ال F تختار J، وبعد كده ال B R S. هما دول ايه الأربعة عندي، الأربعة decision والأربعة ايه statement coverage. تمام كده شباب؟ طيب ناقش لنا جزء بسيط جدا هناخده النهارده في البلاك بوكس. انا كنت ممكن اخلص معاكم البلاك بوكس النهارده، بس انا مش هخلصه النهارده عشان تبقى كل الناس ماشيه ايه مع بعض بالظبط، يعني ما حدش يبقى ايه سابق حد، تبقى كل الجروبات ايه ماشيه سوا بالنسبه لي يعني. فهنشرح الجزء الاولاني في البلاك بوكس، وان شاء الله المره الجايه ايه نكمله. طيب البلاك بوكس هدفه ان انا اتست السيستم واتوقع منه نتيجه معينه يحقق لي النتيجه دي. انا بتست البيهيفير بتاع السيستم، بتعامل مع السيستم از ان هو ايه بلاك بوكس، انا مش عارف ايه اللي جواه وماليش دعوه ايه اللي جواه، المهم هو بيشتغل ازاي. طيب انا والله يا باشمهندس لما هاجي اكتب يعني حاجات للتستنج والكلام ده كله هكتبها ازاي؟ تعالوا كده اوريكم حاجه. حد قبل كده عمل تيستينج في الجافا؟ انت درست جافا صح؟ حد اشتغل تيستينج في الجافا؟ سامع. لا لا ما اشتغلتوش. تمام طيب في الجافا عندنا حاجه اسمها ايه الجي يونت تيستينج، ده موجود في النت بينز. اوكي مثلا هنا او بلاش ده، خليني كده احاول اجيب لكم صوره تبقى اوضح فيها التست كيسز مثلا. مثلا حاجه زي هنا، انت هنا بتكتب التست كيسز بتاعتك حلو، وتحدد قبليها ان ده تيست، وبتقول له والله ان الاكسبكتد الفاليو الاكسبكتد كذا، وبتقارن ايه تو فاليوز، بتقارن الاكسبكتد فاليو بالفاليو اللي هي الايه الاكتوال اللي بتطلع لك من التست كيسز، وعلى اساسها بيحدد لك والله إيه؟ هو انت هتعدي التست كيس دي ولا مش هتعديها. خلينا نكتب هنا كده جافا نت بينز تيستنج عشان هنا اوريكم صور اوضح شويه. مثلا هنا هنا قال لك ايه ان ده تيست حلو بيتست فانكشن تيست الاد، الفانكشن اللي اسمها اد، فهو بيوريك هنا ايه ان عامل تو سترينجز وبيبعتهم للفانكشن دي، وانت عندك بيقول لك اكسبكتد ريزلت، والريزلت اللي بتطلع لك بحوالي، فبيقول لك الاكسبكتد ريزلت بتاعتك كام؟ اربعه. طيب والريزلت اللي بتبقى تطلع من الفانكشن، هو بيستخدم الفانكشن اللي هو عايز يعمل لها تيست اللي هي اسمها اد،
وبيبعت لها ايه التو سترينجز، فهي المفروض تجمع التو سترينجز دول تحولهم لارقام وبعد كده تجمعهم وتطلع لك الفاليو في الاخر بكام؟ باربعة. فهتلاقي هنا ان بيقول لك ايه، ان ايه اللي حصل، ان هي باص التست، ادي باص التست بنسبه 100%، هي فعلا خدت الاس 1 والاس 2 ورجعت لي 4. يبقى انا ده اللي انا كنت عايز ايه هتسته بالنسبه لها. سوري ده فيديو على اليوتيوب. برضو بقى هنا ايه، ممكن يبقى عندك مجموعه من الفانكشنز انت بتستها، كل فانكشن من دول بقى انت عايز ايه تيست، والله الفانكشن بتباص كل التست دي ولا مش بتباص كل التستنج دي. طبعا مفيش حد بيكتب لك التست كيس، انت اللي بتحدد التست كيس بتاعتك، وانت اللي بتحدد الايه الاكسبكتد ريزلت والريزلت الايه الاكتوال. هنا مثلا هتلاقي ان هو بيقول لك ايه، ان في حاجات هنا فيلد وفي حاجات ايه باص. معلش هو انا كده مش قادره افرق، هي انا يعني يعتبر عندي زي الاكسبشن بالظبط، بس انا هعمل اكسبشن في حالات تانية غير اللوجيكال او غير الحاجات العاديه تبع كونديشن معين، ولا انا فاهمه غلط؟ لا مش اكسبشن. انا دلوقتي مثلا عملت فانكشن اسمها اد، حلو، اد دي انا بقول لك ان هي تاخد منك تو سترينجز تحولهم لارقام وترجع لك الرقم بتاعهم، الناتج بتاعهم بتاع المجموع بتاعهم، حلو. فانا عايز اعمل تيست للفانكشن دي، بعمل لها تيست ازاي؟ قال لي بروح اعمل فانكشن تيست موجود عندي، انا عندي في حاجه اسمها الجي يونت تيستينج، ده موجود في الجافا نت بينز، جميل، بالشكل ده كده. باجي مثلا اقول لك ايه بابليك فويد تيست اد، اهي انا عايز تيست فانكشن اسمها اد، فانا سميت تيست اد، جميل. طيب وبعدين قلت لك والله ان انا هطبع لك شويه كلام عشان بس نفهم ان ده التيست واشوف الناتج بتاع التيست بشكل واضح. فانا قلت لك ايه، والله انا عندي اتنين سترينج دول اللي انا المفروض ابصيهم لمين، للفانكشن اللي اسمها اد، حلو. فهو كان مسمي الكلاس بتاعه اجايل تيست او وات ايفر، عمل منه انستانس، وبعد كده الانستانس ده استخدم فانكشن جواه اسمها اد، بعت لها ايه تو سترينجز. فبيقول لك ايه، انا والله كمان عارف الريزلت اللي المفروض ترجع، المفروض الريزلت اللي ترجع بعد ما اجمع 2 و2 تطلع لي كام، 4. فانا قلت لك والله الاكسبكت اسيرت ايكوال دي بتقول لك ان هي بتشوف الحاجتين اللي موجودين هنا دول هيدوني نفس الباتر بالظبط. فانا هنا قلت لك ايه، والله الاكسبكتد ريزلت دي الريزلت اللي انا باكسبكتها، ودي ايه الريزلت الحقيقيه اللي هترجع لي مين، من الفانكشن اللي اسمها اد اس 1 واس 2 بس، وبستنى ايه الريزلت. طبعا بقى دي هنا فانكشن بسيطه، فانكشن سيمبل جدا، ان هي بتاد ايه تو نمبرز. مع كل فانكشنز بقى بتزيد عندي بقى تيست كيسز، ده كده تيست كيس واحده، ممكن يبقى عندي مليون تيست كيس، طبعا مش مليون يعني، بس ممكن يبقى عندي رقم كبير يعني 10 20 30 100 100 تيست كيس، ممكن يبقى عندي ايه حاجات كتيره. طيب انا بقى اللي انا جاي اقول لك النهارده، انا التيست كيسز دي هحددها بناء على ايه؟ قال لي طيب بص يا سيدي، اول حاجه عندنا طريقه بنسميها الإكويفالنس بارتيشنينج. ايه موضوع الإكويفالنس بارتيشنينج ده؟ قال لك بص يا سيدي، لو انت عندك سيستم، السيستم ده انا هعمل لك كده بس وبعد كده هفهمكم كل حاجة فيه. خليها ل 74. طيب انا السيستم ده بقول لك والله انت لو دخلت لي فاليو من 1 ل 25 فانا هشغل لك فيتشر اسمها اكس. طب ولو دخلت لي فاليو من 26 ل 74 انا هشغل لك فيتشر اسمها واي. ولو دخلت لي من 75 ل 100 هشغل لك فيتشر اسمها ايه؟ زي. طيب حلو جدا. ايه المطلوب؟ قال لي المفروض ان احنا نعمل تيستنج عن طريق حاجه اسمها الايكويفالنس بارتيشننج. طب يعني ده بعمله ازاي؟ قال لي اول حاجه تعالى كده هنا ارسم لي الريجنز بتاعتك. قلت لك حلو يا عم، ببساطه كده
انا جيت قلت لك اهو ادي من اول واحد لحد 25 انا بشغل فيتشر اسمها اكس. طيب ايه تاني؟ قال لي والله جيت قلت لك من اول 26 لحد 74 انا هشغل فيتشر اسمها واي. طيب وجيت قلت لك ان من اول 75 لحد 100 انا بشغل لك فيتشر اسمها زي. وبعدين قال لي والله كده نقدر نفهم احنا ايه الفاليد ريجنز بتاعتنا من واحد لحد 100. طب ايه الانفاليد؟ قال لي والله الانفاليد ده هيبقى اي رقم تاني اللي هو، قال لي والله مثلا بداية من 101 فده كده invalid، وبداية من كام؟ من الزيرو ده invalid. قال لي في الإكوفالنس بارتيشننج أنا هطلب منك دلوقتي تطلع لي الريجنز دي بقى. خلاص إحنا طلعناها، طب هنعمل تيست. نعمل تيست ازاي؟ قال عشان تعمل تيست بالايكوفالنس بارتيشنك خد رقم في الرينج من 1 ل 25، رقم في النص، ممكن تاخد الواحد ممكن تاخد 25، المهم خد لي رقم في الرينج ده وتاكد ان هو بيشغل ايه فيتشر اكس. بيقول لي المفروض ان اي رقم في الرينج ده هيشغل فيتشر اكس، فانا مش هتستهم رقم رقم، احنا هناخد بس ايه رقم من النص نتاكد ان هي شغاله، وبرده هنا رقم نتاكد ان هي شغاله، وبرده هنا رقم نتاكد ان هي شغاله. ممكن اخد اول رقم اه ممكن تاخده، ممكن تاخد اخر رقم ممكن اخده. ده اسمه الايه؟ الايكويفالنس بارتيشننج. طب يبقى انا دلوقتي بالنسبه لي الفاليد انا عايز الانبوت بتاعي، لو كان الانبوت بتاعي هيساوي 20 فانا المفروض الريزلت بتاعتي اللي انا متوقعها ان فيتشر اكس هي اللي شغاله. طيب لو كان هو بيساوي مثلا 50 فانا متوقع ان فيتشر واي شغاله. طب ولو كان بيساوي مثلا 90 فانا متوقع ان فيتشر ايه دي هي اللي شغاله. طب في المقابل ليها طبعا عندي الانفاليد ريجن، ودي هنا هيبقى ايه ان الانبوت بتاعي اقل من الواحد، او الانبوت بتاعي اكبر من كام؟ من المية. حد عنده مشكله شايف في الكلام ده؟ لا كلام عادي تمام لحد دلوقتي. جميل جدا، هو ده الايكوفالنس بارتيشننج، هو كده خلص، هو بسيط جدا. طيب تعالوا كده نحل سؤالين مع بعض، خليني كده اجيب لكم السؤالين لحظه واحده. طيب يلا عايزين نحل السؤال ده، فكروا فيه يلا.
محدش وصل لحل يا شباب؟ أول واحد. أول واحد. طيب تعالوا كده نشوف. هو بيقول لك والله لو التمبريتشر قلت عن 18 ديجري انت مفروض تشغل الهيتنج. طيب ولما التمبريتشر توصل 21 الهيتنج المفروض يتقفل. فبيقول لك what is the minimum set of test input values to cover all valid equivalence partition. هو بيسألك عن الvalid بس. طب تعالى كده نرسم الرسمة بتاعت فكر فيها. قال لي والله انا لو اقل من 17 اقل من 18 سوري يعني عند ال 17 اخري اي حاجة قبل ال 17 هيبقى الهيتر on لحد ال 17. طيب ولو انا اعلى من 21 فهيبقى الهيتر off. فانا هنا ممكن اعتبر السؤال ده ناقص لان هو في حاجات ما اداليش. طيب الرينج بقى اللي هو ما بين 17 ل 21 ده انا ايه اللي هيحصل فيه؟ هتست فيه ايه بالظبط؟ قال لي والله بناء على الكلام اللي هو بيقوله لي فانا اللي انا فاهمه ان انا المفروض اتسته ان لو هو انا كنت مشغل الهيتر الهيتر وكان اقل من 17 لما يوصل 17 يفضل الهيتر شغال لحد ما يوصل 21. طب لو انا كنت دلوقتي عديت ال 21 وهنزل من 21 قال لي يفضل اوف لحد ما يوصل كام؟ 17. هو ما قاليش ان هو هيتشينج الستيت بتاعته فانا عايزه يكيب نفس الستيت اللي هو عليها لحد ما يوصل عند ايه؟ عند ترانزيشن. طب لو انا عايز اعمل ايكويفالنس بارتيشننج عايز بقى ان انا اجرب اتست حاجه من دول اتست ايه؟ قال لي والله هاخد رقم اقل من ال 17 رقم بين ال 17 وال 21 ورقم فين؟ اكبر من ال 21. فهلاقي ان انا الوحيد اللي بيحقق لي ده مين؟ هو ده ان هنا انا هاخد ال 25 وهاخد ال 19 وهاخد ال 15. تمام كده يا شباب؟ طيب تعالوا نحل سؤال تاني. خد وقتك كده فكر في السؤال ده. تاني واحد. تاني واحد. مين تاني؟ طيب تعالوا نشوف. قال والله هو بيقول ان انا عندي امتحان الامتحان ده عباره عن 40 سؤال عشان تنجح لازم على الاقل تجاوب 25 سؤال. طيب ده معناه ان انت من 0 لحد 24 سؤال انت فيل. طيب من اول 25 انت هتباص. طب لحد فين بقى؟ لحد الاخر المفروض. قال لا بص هو انت عشان تبقى distinct يعني تبقى distinct اللي هو كانك زي كده امتياز يعني فانت محتاج ان انت تجيب اعلى كام؟ من 32. طيب انت من 25 ل 31 انت just بالباص. طب من اول 32 لحد بقى ال 40 انت بتحقق ايه distinction؟ طيب ايه بقى التست كيسز اللي انا ممكن استخدمها؟ فعلا هو الثانية انا ممكن استخدم صفر واستخدم
27 واستخدم 36 يبقى فعلا هي الايه الاجابه الثانيه هي المظبوطه. حد مش فاهم يا شباب ليه اخترنا الثانيه؟ طيب جميل جدا. تعالوا بقى نتكلم عن حاجة تانية اسمها الباوندري فاليو اناليسيس. ايه موضوع بقى الباوندري فاليو اناليسيس دي؟ قال لي بص يا سيدي، احنا عندنا دايما مشكلة مشهورة جدا في البروجرامينج ان احنا بنيجي نعمل فور اي ايكوال 0 اي ليس ذان ايكوال 10 اي بلس بلس، واجي هنا اقول لك برنت اف اوكي واقول لك والله ان ده هيطبع لي 10 مرات، مع ان ده في الحقيقه هيطبع 11 مره. ده هي برنت اوكي حداشر مرة. طب وانا ايه بقى المشكلة اللي هنا؟ قال لك المشكلة اللي هنا او دي احنا عرفناها بان احنا محتاجين نتشيك على الباوندرز بتاعتنا، نتشيك على الحاجات اللي بتعمل الترانزيشن اللي بتخليني ادخل اللوب مثلا او اخرج من اللوب، على الحاجات اللي على الطرف. فقال خلاص بما ان احنا المفروض تتشيك على حاجات زي دي، احنا عملنا لها تو ميكانيزمز. قال لك ميكانيزم سميناه التو فاليو اناليسيس. اللي هو اختصاره تو في اي. وعندنا ميكانيزم تاني سميناه ثري فاليو اناليسيس اللي هو ثري في اي. طب ايه الفرق ما بين الاثنين؟ قال لك والله الـ 3 value analysis هو عبارة عن 2 VA زائد 3 equivalence partitioning. طيب تعالى كده نعمل اكزامبل وبعد كده ناخد سؤال عليها خلاص على كده. لو انا من 1 ل 25 احنا كنا عملنا الاكزامبل ده وقلنا من 26 ل 74 وقلنا من 75 لل 100 كل واحد من دول بيشغل لي ايه فيتشر معينه. ده كان فيتشر X، ده كان Y، وده كان Z. حلو؟ طيب جيت أنا يا عم قلت لك تعالى كده نرسم الرسمة بتاعتنا اللي رسمناها من شوية، قلنا من 1 لحد 25 ده الـ X، 26 74 ده الـ Y، 75 للمية ده Z. واتفقنا ان انا عندي هنا ايه المية واحد invalid وكذلك ايه الصفر او اي حاجة بعديه هي invalid. طب لو انا عايز دلوقتي تشيك على الباوندريز بتاعتي اللي بتعمل ترانزيشن ما بين الحاجه هتشيك على ايه؟ قال لي والله تعالى كده نعمل ال 2 VA وال 3 VA ونشوف. ال 2 VA والله لو انا بتشيك على الفيتشر اكس انا كده هتشيك على مين؟ على الاطراف بتاعتي الواحد وال 25. الواحد وال 25
طب الواي هتشيك على مين؟ على 26 ولا 74؟ طب والزي هتشيك على 75 والمية. طيب لو انا بقى هستخدم ال 3VA فعشان اتشيك على الاكس هاخد ايه؟ مثلا الواحد طبعا ده اساسي معايا، واخد رقم من النص اللي هو مثلا 7، واخد الطرف الاخير اللي هو 25. طب الواي هاخد 26، هاخد رقم من النص مثلا 50، ورقم التالت اللي هو اساسي معايا 74. طب الدي هاخد 75، ده اجباري معايا، مثلا 97 ده رقم في النص، واخد ايه المية ده الفاينل بتاعي. حد عنده مشكلة شباب؟ في حد مش فاهم حاجة شباب؟ ولا الكلام بسيط؟ تمام يا هندسة جدا. تمام حلو جدا. تعالوا بقى نجيب السؤال الأخير، يلا فكروا بقى في السؤال ده عشان نخلصه ونقفل السيشن على كده. أول واحد ماشي، مين تاني؟ أظن رابعة واحدة. رابعة واحدة آسف أنا ما أعرفش البلد باوندري فين. إيه معلش مش سامعك؟ بقول أنا آسف ما أعرفش invalid boundary values ف إذا كده مش تبقى أول واحدة. تمام
طيب تعالوا كده نحلها. بيقول لك ايه يا سيدي؟ انت والله لو انت جاي البنك، فانت لو حطيت فلوس اقل من 100 جنيه فهتاخد فايدة 5% بس، يعني من 0 ل 100 هتاخد ايه؟ 5% بس، او مش ل 100، احنا بالظبط هو قال لك اقل من 100، يعني 99 قرش. طيب من اول بقى ال 100 لحد الايه؟ الالف، او قال لك اقل من الالف، يعني 999 و99 قرش، قال لك هتاخد كام؟ 8%. طيب من اول بقى الالف وانت طالع قال لك هديك 10%. طب ايه الانفاليد ريجن بتاعتي؟ الانفاليد ريجن بتاعتي الوحيده ان انا يبقى عندي نيجاتيف، بدايه من نيجاتيف 0.01، ده الانفاليد الوحيد اللي عندي. طب تعالى كده نشوف الاختيارات اللي عندنا. هو قال لي خد بالك، خد الفاليد معاك والنوت فاليد او الانفاليد باوندري. طب فانا الانفاليد بالنسبه لي اللي هو نيجاتيف 0.01. طيب تعالى كده نمشيها 2VA ونشوف بعد كده هو عامل 2VA ولا 3VA. طيب انا هاخد اكيد معايا الزيرو وهاخد ال 99 و99 وهاخد ال 100 وهاخد 999 و99 وهاخد ال 1000. طب انا عندي اختيار في الحاجات دي كده مع بعض؟ اه عندي اختيار، اللي هو الاختيار رقم بي، الاختيار ده. تمام كده يا شباب؟ في حد مش فاهم حاجة يا شباب؟ تمام يا هندسة. في حد بيسأل على حاجة؟ لا بقول لك جميل يعني. جميل، طب هايل زي الفل. طب هو انت اصلا معاكم بتخلصوا 3 صح؟ ده مظبوط. تمام. ناخدها بريك. انتوا بتخلصوا 3 صح؟ المفروض في العادي بنخلص يعني للأمانة يعني 3:30. تمام. فترة أولى من 9 لحد 12 وبعد كده بناخد نص ساعة بريك وبعد كده 3 ساعات كمان، فبتبقى دي الفترة التانية يعني. بس في رمضان قالوا مثلا بدل ما هتبقى 9 هتبقى 9:30، فمعناها بقى معرفش إذا كانت الفترة هتقلب بساعتين ونص بدل 3 ساعات ولا لأ. لو دي الكيس فساعتها هتبقى 3، بس انا ما عنديش فكره لسه يعني. طيب اوكي خلاص، خلينا نكتفي بده النهارده. خدوا النص ساعه الاخيره اللي هي في السيشن، هنعتبر ان احنا هنخلص 3، خدوها بريك ونبقى خلصنا النهارده. اوكي تمام. حد في حاجه شباب في السيشن مش فاهمها او في حاجه كانت صعبه؟ لا بس يعني لو حضرتك تقدر مثلا تنصحنا بزي sources مثلا، يعني لو واحد عايز يجهز للتستنج اللي هو الـ ISTQB test، فيحضر له منين؟ في guides؟ في اي حاجة؟ هل هو recommended اصلا ان هو يتاخد ويتاخد امتى لو انت بتقدم على وظائف عبارة عن ايه بالظبط؟ هل هو بس related للإمبيدد وكده ولا إمبيدد لكل حاجة؟ تمام اوكي. انت متذكر الاي اس تي كيو بي ده لكل حاجه، اي شغل انت هتشتغله عموما هتشتغل فيه تيستينج، فلا ده التيستينج حاجه مهمه جدا. ف لا ذاكر التيستينج عادي، ذاكر الاي اس تي كيو بي، هشوف لكم كتب كويسه واقول لكم عليها بالظبط تشتغلوا ايه منها، وان شاء الله كده من المره الجايه نبدا نتكلم ايه عن الاجايل وازاي الاجايل بيشتغل وايه الفكره من ورا الاجايل والكلام الجميل ده. تمام تمام. شكرا جدا. ماشي العفو يا شباب. ماشي شباب.
مع السلامة، أشوفكم إن شاء الله مرة جاية، مع السلامة. مع السلامة.